يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ أندادا، يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، هل يصح تفسيرها لأن المؤمنين يحبون الله أشد من حب المشركين لله؟ نعم، فسرت بهذا: الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله. كل منهم يحب الله، المؤمنون والمشركون، لكن المؤمنون محبتهم خالصة فهم أشد حبا لله، والمشركون محبتهم فيها شرك فهي ناقصة وباطلة. نعم.